ننتقل معاكم لاخبار القلعه الحمراء النادي الاهلي، ونبدا من عند مجلس اداره النادي واللي اقام حفل تقبيل للفقيد الراحل الكابتن عمرو فاروق تقديرا لعطائه وتاريخه الكبير مع النادي. وازاح الاهلي الستاره عن تمثال العمري فاروق والذي سيتم وضعه في المبنى الاداري الجديد. حرص عدد من لاعبي فريق الاهلي على حضور حفل التقبيل، ومنهم رامي ربيعه، مصطفى شوبير، محمد هاني، مروان عطيه. كمان حضر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الى مقر النادي الاهلي للتواجد في الحفل بجانب حضور عدد من الشخصيات والرموز الرياضية. ألف رحمة ونور على الراحل العمري فاروق. لسه مع اخبار النادي الاهلي، وقرر مارسيل كولر المدير الفني للاهلي منح لعيبه الفريق راحه سلبيه اليوم الخميس، ده ضمن برنامج التحضير لخوض مباراه بلديه المحله يوم السبت اللي جاي ضمن منافسات الجوله الثانيه والعشرين من عمر مسابقه دوري نايل. وكان الفريق خاض امس تدريباته الجماعيه بدون راحه عقب الفوز على الاتحاد السكندري، عشان يقرر كولر اراحتهم اليوم ثم العوده للدخول في معسكر مغلق يوم الجمعه قبل مواجهه البلديه. وكمان هيعود محمود متولي مدافع الاهلي للمشاركه اساسيا في مباراه فريقه امام بلديه المحله يوم السبت اللي جاي، علشان يعوض غياب محمد عبد المنعم واللي تعرض للايقاف بسبب تراكم البطاقات، بينما لم يتحدد موقف رامي ربيعه من المشاركه في المباراه او غيابه بعدما تعرض للاصابه بكدمه قويه في الانكل نتيجه التدخل العنيف من قبل مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في مباراه الفريقين، وهيخضع المدافع لفحص طبي علشان يتم تحديد مدى جاهزيته.